دولة السيد فوميو كوشيدا رئيس وزراء اليابان، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالسيد فوميو كوشيدا رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق لسيادته ضيوفاً أعزاء على مصر. في مستهل الجولة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في عدد من دول القارة الإفريقية قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية، وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده، استعكس تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، والتي لا يتسع المقام لسردها جميعاً، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.